هنبدأ نتكلم عن هافينج. هي هافينج جت امتى؟ احنا نرجع تاني برضك للترتيب ده. وايه هي هافينج؟ الترتيب فروم اللي هو البريوريتي، فروم وير جروب باي، ده الترتيب. وبعدين هافينج، خدنا احنا في الدرس اللي فات جروب باي، وهناخد هافينج. هافينج هي بدل وير، بدل وير لما اكون بيبقى فيه عايز اعمل فلتر بناء على الاجريجيت داتا. اجريجيت الداتا هنفهم يعني. احنا قلنا ان احنا عندنا، ما جينا اتكلمنا المره اللي فاتت في درس، في درس الجروب باي، قلنا ان هي بتستخدم لما بستخدم الاجريجيت فانكشن اللي بتعمل كاونت ماكس مينيمم سام كده. اما اجي احط كونديشن بناء على الاجريجيت فانكشن دي مش بيبقى، مش هتنفع وير مع الاجريجيت فانكشن دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو كنت عندي مثال زي ده، مثال زي ده اللي احنا هناخده دلوقتي ده، وهنخش ننفذه execute. يعني هيكاونت الكانت select country، select from customer grouped by country. ايه بقى الكاونت؟ كاونت كاستمر اي دي اللي في كل، اللي في كل كانتري، كاونت دول اللي في كل كانتري وجروبد باي كانتري. فهيطلع لي اللي هنا الكانتري دي ايه. طب لو انا حبيت احط شرط للموضوع ده، اقول له وير بقى الكاونت كان كاستمر مثلا، حاجه زي كده، شرط من الشروط بتاعتنا، اقول له وير كاونت كاستمر اكبر من كذا. الكلام ده غلط، مش هيتنفذ. من هنا جم بقى ان هم اضافوا جمله ايه هاف. لو انا جيت خدت السطر ده كده وحطيته هنا وقلت له اكسكيوت، هيديني ايرور، هيقول لي ان انكوريكت سينتكس نير كيورد وير. مفيش الكلام ده، ما بينفعش مع وير ان استخدم الاجريجيت فانكشن زي كاونت وماكس وكده. عشان كده عملوا هافينج. عملوا ايه هافينج؟ لو انا قلت هافينج بدل ما كنت بكتب وير كده، الموضوع شغال. هات لي بقى ان الكاستمر اكبر من 5، اهم جاب لي اللي اكتر من 5. بس هو ده باختصار شديد. واحنا اتكلمنا ان ترتيب الاولويات، ان هافينج مش هتنفع تشتغل الا بعد جروب باي. يعني الكمبيوتر مش هينفذ هافينج الا بعد جروب باي، لانها بتتنفذ على جروب باي. ولو مفيش عندي جروب باي وحاجه زي كده، بهافينج مش هتبقى ليها لازمه. طب انا لو مفيش جروب باي اصلا، ادى ايرور على طول. يعني انا اساسا طالما استخدمت دي، يعني هيطلع لي ايه؟ يعني هي جروب باي ايه؟ عشان كده الحاجات دي متربطه ببعضها باللوجيك، مش اي حد بيكتب اي كلام. طب اذا دي جمله غلط. اذا انا ما استخدم وير مع الاجريجيت فانكشن زي كاونت وماكسيمم ومينيمم، فهيدي نتائج غلط. فمن هنا جه استخدام هافينج. هافينج اللي هي الجمله اللي ظاهره قدامنا دي اللي احنا بنستخدمها. select customer id و country from customer grouped by country having account كذا ordered by. يعني استخدمت بعد ما عمل filtration على الكلام ده، عمل ارتب حسب الكاونت، الكاونت customer id descending. ده مثال. يعني هو نفس المثال اللي فات، هو نفس المثال اللي فات، لكن عمل ايه؟ ordered by. ودايما من قال لاخر افكرك بالترتيبة دي. يعني اخر حاجة تمت في الجملة دي ordered by، بعد select عمل ترتيب. يعني استخدمنا هنا grouped by و having. الترتيب كان كالآتي: from، بعد كده grouped by، وبعد كده having، وبعد كده select، وبعد كده order by.
فروم مفيش وير بقى طبعا، لو حطيت وير كان ينفع استخدم، كان ينفع استخدم وير في حاجات بسيطة جدا في المثال ده، يعني ينفع احط وير، ممكن احط وير هنا فروم كاستمر وير. وير ايه بقى؟ لو قلت له كده يعني ثلاث حروف على اللي يعني حرف 2 3، طب لو قلت له بتبدأ بحرف اليو جاب لي اللي يبدأوا بحرف اليو بس. يعني هوير استخدمتها لما بيكون يعني اقدر استخدم هوير لما يكون ينفع استخدمها في اي كونديشن عادي جدا. بقى اصبح كده الجملة دي فيها سيلكت وفروم وهوير وجروب دباي وهافينج واوردر دباي، فيها كم، فيها كم كي وورد؟ 1 2 3 4 5 6. طب نرجع تاني للترتيب بتاعهم، يبقى كان ناقص ليميت. لو انا استخدمت له ليميت او استخدم طبعا ليميت هتضطر اقول له توب فوق بقى، يعني بدل لي اللي بدلها في توب. ان انا استخدم اقول له توب، توب 3. طب انا اساسا مش هعمل اليو دي، انا هقول له كله توب 3، يعني جاب لي اول ثلاثة بس. يعني انا استخدمت المرة دي توب واستخدمت سيلكت وطبعا توب دي في الاخر خالص بعد ما يعمل سيلكت. ارجع تاني ابص للكود بتاعي، المنظر اللي احنا شايفينه. اللي هي ترتيب الاولويات، استخدمنا كل حاجة، مفيش حاجة مش موجودة من السبعة دول. طبعا بدل ليميت في توب. هاخد واحد تاني مثال في انر جوين. هو هنا هيختار من جدول الاوردر وجدول تاني معاه جدول مين؟ الامبلي. ايه بقى اللي هيختارهم؟ اللاست نيم بتاع الموظف واعداد كل موظف والاوردرز اللي عملها قد ايه. يعني هجيب اسم الموظف والاوردرز بتاعته. طب وبعدين جروب باي لاست نيم، يعني انا دلوقتي ما عندي باللاست نيم ده هي جروب، ان هجيب الاسم الموظف طالما عملنا جروب باي. طب نشوف النتيجه. هو جاب لي اللاست نيم بتاع الموظف ده عمل ايه؟ 11. بس هنا قال having order اللي ليهم order اكبر من 10، ما جابليش غير اللي اكبر من 10. طب انا لو شلت دي وقلت له execute هيجيب لي كل الناس بقى، يعني اللي اكبر واللي اقل من 10 وكده. واضح ان في ده 6، انا عملت control z وعملت له كده مش هيجيب لي الستة وما 9 دلوقتي. بس طبعا انا عامل select الامر ده بس مش execute، فجاب لي 8. ازاي نعمل ده بالويزرد؟ وانا عارف ان انا عايز الاوردرز بتاعه الكاستمرز بتاعه الموظفين، سوري، اجيب الموظف واجيب الاوردرز اكونت يعني كلوز كده. فانا عندي هنا اكونت الموظفين بالاوردرز. لو رجعنا لدي كده انا عايز الموظف لاست نيم والاوردر account بالاوردر. فانا عندي اللاست نيم هنا، بس اربط الاول الاوردر هنا بتاع الامبلي اي دي والامبلي اي دي. هلاقي الكويري بتتكتب معايا انر جوينت اهي اللي احنا بنتكلم فيها دي. طب انا هنا في في الكاونتر ده انا عايز هنا اللاست نيم عايزه، وعايز ايه تاني؟ عايز معايا اللاست نيم، عايز اللاست نيم وعايز الاوردر الكاونت اوردر. هغير بقى هنا اكتب count. اخد اسم ال number of order يعني عشان ما اكتبهاش بس مش اكتر عشان انا كسلان. هو اوتوماتيك هنا عمل لي دي جروبد باي هنا اللاست نيم جروبد باي من نفسه كده
انا لا جبت سيري جروب دبي ولا غيره، مجرد شديت دول وعملت الكلام ده هو اوتوماتيك كتب لي جروب دبي، كأن مفيش طريق تاني نمشي فيه غير الطريق ده ان اعمل جروب دبي. يعني هو نفسه في الويزرد اوتوماتيك جروب دبي على طول. طب انا احط فلتر بقى، فلتر على جروب، على لو حطيت فلتر على الامبلي اللي هي جروب ده على ده وقلت له من قال لي هافنج على طول، يعني هو من نفسه كده تحت كتب لي هافنج. انا كنت عامل هوير هنا ولا مش عامل؟ مش عامل هوير بس. فانا لو نفذت ده زي ما هو كده قلت له اكسكيوت، فطلع لي 8 ريكورد من 1 ل 8، 8 ريكورد. هناك برضك كان نفس الكلام لما عملنا اكسكيوت كان 8 ريكورد، اللي هو 11 اللي هو بالترتيب ده كده لحد 18. نفس الكلام هنا 11 لحد 18 8 ريكورد. يبقى انا قدرت انفذ الهافنج دي، قدرت انفذها بالويزرد ده، واقدر اسجل الفيو ده بالمره. سيف هافنج، واحنا عرفنا ان هافنج تعتبر بدل هوير مع الفانكشن دي عشان عمليه الفهم تبقى سهله.